اوكي، السلام عليكم. هلا والله يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. شوفوا اليوم راح اقول لكم قصه صارت لي انا في راس السنه حرفيا، قصه مخيفه وغير مصدقه، قصه مو مثل اي قصه. طبعا قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. باقي شوي ونوصل 150 الف متابع، اضغط على اللايك واشترك يا حبيبنا. وخلنا نبدا في قصه اليوم. القصة هذه صارت لي في تاريخ 31/12، يعني قبل كم؟ قبل 14-13 يوم، في رأس السنة. قسم بالله العظيم في رأس السنة، والقصة اللي راح أقول لكم إياها ما حد راح يصدقها إلا في النهاية، فعشان كذا حاب أقول لك ركز معاي عشان ما تظلمني، ركز معاي لأن القصة أنا خفت أقولها لحد لأني أنا كنت مكذب نفسي قسم بالله العظيم. فتستمتع في قصة اليوم، جيب لك شيء تأكله. طبعاً أول شيء يا جماعة الخير كان يوم الخميس بتاريخ 30/12، هذا الحين اليوم اللي قبل القصة. تمام، القصة صارت في الليل، يعني يوم الخميس في الليل الساعة 1 بدت القصة. راح أعطيكم إياها بالتفصيل يا جماعة الخير. في يوم الخميس بعد صلاة الفجر، اللي يتابعوني في السناب وفي الانستغرام يدرون أني كل يوم الفجر أروح أسوي كارديو أو أسوي رياضة أول ما أصحى. المهم في ذاك اليوم الفجر كان الجو ممطر والجو مرة حلو ومرة جميل. كلمت خويي سعيد، اللي يتابعوني في السناب برضو بيعرفون سعيد. كلمت سعيد، سعيد كيف حالك؟ اخبارك طيب؟ وش رايك نطلع نمشي على رجولنا في الجو الزين هذا؟ قال لي خلاص اوكي ما في مشكله، الحين اجيك. والله ويمرني سعيد يا جماعه الخير، مرني وخذاني سعيد، ونطلع سوينا رياضه ما يقارب 20 كيلو، راح تطلع لكم الاحصائيات الان حق ايفون. ونسوي الرياضه واخلص من الرياضه واقول مات سعيد خلاص نزلني بيتنا. اول ما نزلني بيتنا اللي يتصل علي واحد من العيال اسمه ابو جابر. السلام عليكم اسامه، كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله بخير، جايك اليوم الرياض. طبعا انا من سكان الخرج، الرياض تبعد عني ما يقارب 50 دقيقة او ساعة. قلت له والله يا هلا ومسهلا وحياك الله يا الشيخ. وحرفيا صدفة الا اختي تقول لي اسامة وش رايك تودينا الرياض اليوم؟ قلت له اوكي ما في مشكلة راح اوديكم، بس وين تبون تروحون؟ قالوا لي والله المكان الفلاني هذا. قلت خلاص ما في مشكلة انا اللي راح اوديكم. قالت بس يا اسامة بشرط ما نروح بسيارتك الهوندا، بكون معاكم صريح، سيارة الهوندا خربانة، فإذا ضغطت فرامل تلف يسار، وكان وقت مطر. قالوا حنا خايفين أن السيارة تتعطل علينا في المطر هذا والجو الصعب هذا. قلت لهم خلاص أوكي ما في مشكلة، وش الخطة؟ قالت أسامة خذ سيارة أبوي. طبعا أنا بيني وبين أبوي كنا خوي، هلا يبا كيف حالك؟ طيب باخذ سيارتك. قال امسك تفضل. والله واخذ الجيب حق الوالد. ذكروا النقطة هذه لأني راح أرجعكم للنقطة هذه، صار فيها شيء. شفتوا أبوي معطاني السيارة وأختي قالت لي خذ، ترجعون للقصة، ترجعون للنقطة هذه من جديد. المهم واخذ سيارة أبوي الجيب، طبعا أنا متعود أسوق السيارات الصغيرة ومتعود على الهوندا، يعني 2013-2014 صوت هواء وإزعاج وقروشة. المهم والله واخذ الجيب واخذ خواتي، المهم واخذ الجيب واتفق مع خواتي الظهر أو العصر ترانا بنحرق. قال أوكي ما في مشكلة. كلمت أبو جابر قلت له متى بتجي؟ قال بجي على المغرب بإذن الله راح أكون في الرياض. قلت أوكي ما في مشكلة، بالعكس وقتك مرة كويس. خدت خواتي طلعت مسكت طريق الرياض. طبعا طلعت بعد صلاة الظهر، وقفت العصر صليت في المحطة، حركت نزلت خواتي عند البيت اللي يبغونه وصليت في المسجد حقهم. راح اعطيكم يعني شيء بسيط على اني ما احب اذكر الشيء هذا، انا يا جماعة الخير ما احب اترك صلاة. ممكن في ناس كثيرة نفسي ما يحبون يتركون اي صلاة، لازم يصلي صلوات في المسجد، وانا واحد منهم، شخص ساكن في الخرج تعتبر قرية، ما عندي الا المسجد والبيت وشغلي حرفيا عشان اكون معكم صريح. المهم نزلت خواتي واطلع من عند خواتي واروح عند مين؟ عند ناصر سرب، تعرفونه ستريمر في تويتش. رحت عنده على المغرب وفيني النوم، شوفوا صاحي من 4 الفجر مسوي كارديو ما يقارب 20 كيلو ساعتين وشوي، وانا قاعد اسوي رياضه تعبان لابعد درجه. قعدت عند ناصر على المغرب والله وفيني النوم قاعد انود، اذا ما تعرفوش معنى انود يعني اسوي كذا كل شوي يجيني النوم. قال لي اسامه تبغى تنام؟ ناصر يقول لي. قلت لا ما فيني النوم، جيب قهوه بس يا ناصر. والله واخذ القهوه مع ناصر واتقهوه، الا ويتصل علي خويي قال باقي لي 30 كيلو واوصل الرياض. طبعا بيت ناصر قريب لم طريق الدمام. قلت له اوكي يا ناصر بيجوني ضيوف. والله يطق صدره ناصر اللي هو سرب وقال لي ضيوفك ضيوفي خليهم يجوني. قلت له اوكي ما في مشكله يا عيال، تعالوا بيت ناصر وارسل لهم لوكيشن ويجون البيت. والله يعزم علينا الرجال ويعشينا وخلصنا. وجت الساعة 10، طبعا أنا فيني نوم مو طبيعي، وأقول ميد العيال أنا بمشي. إلا شوي يكلمني أبو جابر قال إيش رايك نروح عند واحد من الشباب أعرف أنا، قال يبغى يشوفنا وزي كذا. قلت يلا ما في مشكلة.
طبعا ما اقدر ارد ابو جابر، جاي ضيف حرام اني ارده، قاطع 400 كيلو. قلت خلاص ما في مشكله، والله يركب معي ابو جابر ويخلي خويه اللي كان معاه في الطريق، هو جاي هو واحد، ويخلي خويه اللي جاي معاه في الطريق يسوق سيارته ويلحقنا، ويلحقنا لين نوصل بيت الشخص هذا وننزل ونلبق. هلا بالشيخ، كيف حالك طيب؟ الشخص هذا اول ما شافني حتى قال لي اليوم الثاني، قال والله العظيم اول ما شفتك لو اني ما اعرفك لو سامع وعرف انك يعني انك شخص مالك في الخرابيط، لاقول انك انت راعي خراب، عيونك حمر تعبان. قلت والله ان فيني النوم ومواصل وقاعد اقاوم بس عشان ابو جابر، وقاعد اشرب ذا القهوه لين انهبلت. قال لي خلاص، قال لي إيه والله اني زي كذا. المهم تكينا عند الرجال هذا لين الساعه 11:30، بعدين قلت يا عيال انا استاذنكم. وين يا فلان، وين بتروح؟ قلت والله اني راجع الخرج. الله يستر عليك يا اسامه وعليكم. واشغل سياره الوالد. شوفوا الحين يمكن ما تصدقني، بس لا تحكم علي رجاء، لا تحكم علي، لا تستعجل في الحكم الا في النهايه. واشغل سياره الوالد واوصل عند قبل التفتيش، عرفتوا اللفه اللي حق الرياض خارج الاسكان البحريه، وصلت عندها بيني وبين الخرج 40 دقيقه، امشي 120 اوصل في 40 دقيقه، الساعه 12:10 دقائق، يعني اوصل خرج 12:50 دقيقه كل وحده، اوصل خرج وحده. المهم كان يوم جمعه، دخلنا حي خميس، دخلنا يوم الجمعه، وكان يوم ميلادي كان 31/12، وكان بداية سنة جديدة. قلت والله أني ما أحب أقول الشيء هذا، ولكن أنا من الناس اللي في كل يوم جمعة لازم أقرأ صورة الكهف، لازم أقرأ صورة الكهف، والله العظيم أني لازم أقرأ صورة الكهف يا عيال، سبحان الله. المهم وأنا طالع عند البحرية أنا حافظ طبعا، وقاعد أردد مشغل مسجل، وقاعد أردد معاه لو في خطأ ولا شيء يصحح لي هو. المهم واقرا 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 واقرا، وصلت تفتيش، تعديت التفتيش، باقي على الخرج نص ساعه، الساعه 12:22-23 دقيقه، باقي نص ساعه واوصل الخرج. والله يا جماعه الخير اني صادق في الوقت هذا، صار كذا زمن. استغفر الله، قبل ما يصير الشيء هذا ارسلت رساله في السناب لامي، قالت لي ها السوم وصلت، قاعد اقول لكم اياها بالحرف. قلت لا والله يا امي ما وصلت، بس لا تشيل هم، عاد امي تشيل همي، انا الولد الوحيد في البيت اللي تشيل همي وترحمني مره مرة، ترحمني أمي مرة 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 مرة. المهم وامسك الطريق، تعديت التفتيش، أمشي 120 مثبت السرعة ونام. والله والله نمت، والله العظيم إني نمت، واللي رفع سبع إني نمت. الجو كان ممطر تمام، أو الجو كان ضباب وكان ممطر قبل، يعني الشارع فيه موية بس فيه ضباب الحين، الطريق خالي. نمت والله، نمت والله العظيم إني نمت في السيارة وهي تمشي. نمت صحيت السيارة تمشي 30، الطريق ضباب. أول ما صحيت قلت أنا ماني في حالة طبيعية، أنا يا أسامة ماني في حالة طبيعية، رقبتي توجعني، الطريق ضباب، أمشي 30، وناظرت الجوال لي 50 دقيقة نايم، وادخل مباشرة الديسكورد في واحد من الشباب. تسمعني؟ إيه أسمعك. أنا وش اسمي؟ قاعد أقول له أنا وش اسمي؟ وش اسمي أنا؟ قال دقيقة قاعد ألعب. قلت مو وقت لعب، أنا وش اسمي؟ قالوا سامو وش فيك؟ قلت بس عرف اسمي يعني أنا حي. وقف على جنب، أناظر السيارة، قلت أنا متقلب رقبتي توجعني، أناظر الساعة 2:00 وشوي، واصل خرج الساعة 3:10 يمكن، وما مشيت إلا شوي ونمت وقمت. كيف كذا؟ كيف كذا؟ والله وقف على جنب وتعدى شوي ووقف عند محطة وقعد أرتاح أرتاح. أنا حسبت أني مت، والله أني حسبت أني مت، الروح طلعت. طريق ضباب، طريق كله ضباب، تحي من بيصدقني إذا قلت له أني نايم حوالي 50 دقيقة؟ ما حد راح يصدقك يا أسامة، انسنس. رفعت الجوال وصورت سنابة لأبو جابر، قلت ما في إلا أبو جابر بيصدقني ولا أمي، الاثنين ذولي. أبو جابر توني طالع من عنده، ما وصلت خرج أحد الآن، مستحيل في شيء إعجازي صار. والله ما أدري يا أخي، خاف أقول السالفة هو ما حتصدق يعني، لأنها ما تتصدق، سالفة كذبية. أنا أبو جابر ما علينا، أتوقع ما في إلا أنت اللي بصدقني. طريق الرياض الخارج أبو جابر بالكثير 50 دقيقة 40 دقيقة، أنا في الخارج جاني النوم بعد التفتيش، غمضت فتحت، في اللحظة اللي غمضت فيها وفتحت فيها مرت 40 دقيقة زي كذا تمام، 40 دقيقة طيارة مرت مرة، أو أسرع 40 دقيقة، أسرع 40 دقيقة. والله قمت من النوم رقبتي توجعني على نفس الطريق، بس شيء غريب.
وارسل ابو جابر قال بسم الله عليك وصار عليك وما ادري ايش. قلت والله الموضوع كيت 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 كيت، واترك الجوال وانساه لين اوصل البيت. دخلت البيت الساعه 3:15 دقيقه 23 دقيقه، يعني المفروض اوصل واحده، انا في البيت وصلت 3 وانام واصحى مفجوع. الكلام هذا متى؟ الساعه 8 الصبح صحيت مفجوع. طبعا ما صليت الفجر، ليه؟ لاني صدق منخرع، رقبتي توجعني وفي حاله لا يرثى لها، واحس اني صار شيء غريب معاي، انا ماني في حاله طبيعيه. صحيت من فجع ومنخرع، كلمت امي قلت يمه موضوع كيت 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 كيت. قالت اسامه ربي كتب لك عمر جديد وربي يحفظك، وانا استودعك ربي اول ما تطلع واول ما تروح. ذكرت الحين مين؟ ذكرت اختي يوم قالت اسامه خذ الجيب. عارف انك تكذب الحين، في ناس مكذبه 20%، في ناس مكذبه، ولكن الله على كل شيء قدير. انا ذكرت اختي يوم قالت اسامه خذ الجيب لا تروح بالهوندا. الحين راح اعلمكم السر. واصحى نمت بعدها وصحيت على الجمعه، وصلي الجمعه وقابل ابوي. هلا يبا كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله. يبا انا امس نمت في الطريق وصحيت اليوم الساعه 8 الصبح اروح اناظر في السياره، احسب اني منقلب وانا ماني منقلب، اللي يناظر فيني ابوي ويضحك. قلت هي وات هي برو هي ايش في وصاير ليه يضحك معي ويضحك؟ قال احمد ربك اسامه. قلت وشو؟ قال احمد ربك انك رحت بسيارتي. قلت ليه يبا؟ قال ان السياره اذا انخفض عليك السكر تسوق لحالها. ذاتيه القياده، بإمكان راكب سيارة آي بيس الجديدة استدعاؤها عن بعد، وخلال الرحلة يمكنه اختيار ما يناسبه من أجواء لتخليص تعاملاته أو لتناول الطعام مع أصدقائه أو حتى أخذ قيلولة، وفي هذه الأثناء تتولى السيارة كل شيء على الطريق. ويمو لم توضح سعة البطارية، ولكنها أكدت أنها قادرة على تسيير السيارة ل 24 ساعة. تمام. تسوق الحالة لين تحصل شخص قدامك، بعدين تهدي، تعرف الطريق، تهدي وتلبق على اليسار وتدق في الإشارة وتفتح البيبان. فأنت فقدت التحكم على الدركسون، عطتك تنبيه أول، تنبيه ثاني، تنبيه ثالث، ما في أحد على الدركسون، تتحول القيادة أوتوماتيكية. وأنا أقعد أضحك. ولكن يا جماعة الخير، موضوع ما هنا، الموضوع أن جاني درس، وقلت ربي كتب لي حياة جديدة. أختي تقول لي أسامة خذ الجيب، يعني لو راح بالهوندا أنا ماني موجود الآن، فمعناه ربي كتب لي حياة جديدة، فمعناه إن صلاتي والأشياء اللي قاعد أسويها إنها حمتني. كل ربي قال لي، والله العظيم كل ربي قال لي، قال أسامة أنا بعطيك الدنيا وما فيها، بس صل واذكرني وسبحني وهللني وخلنيتك حسن. والله أني ما أقولها رياء، أني قاعد أقولها لأن شيء غريب صار لي، والله العظيم انه شيء غريب صار لي. انا لي 500 فيديو وما قد قلت لكم اني انا والله راعي صلاه، ولكن انا ما اترك المسجد. 4 سنوات يعني يمكن في اليوتيوب ما قد قلت لكم انا صلوا او كذا، لا بس اذكركم يعني احيانا في الستوري في السناب كذا صلاه او حي على الفلاح، بس ما قد قلت لكم ان الصلاه الصلاه الصلاه. ولكن اليوم حاب اقول لكم ان اقسم بالله العظيم ان ربي مسك الدنيا كذا، قال لي انا احس ربي قال لي كذا، قال اسمع انا اللي خلقت السماوات والارض، أنا اللي طبعا هذا ربي، أنا اللي أقدر أقول ما هذا الشيء كن فيكون، أنا اللي على كل شيء قدير. ربي قاعد أحس أنه قاعد يوصل لي كلام هذا، قاعد يوصل لي كلام هذا، يقول أنا أحميك وأرزقك وأسعدك ويسر لك وخلي الناس تحبك. أنا طبعا ربي هذا مو أنا، ربي يقول لي أنت بس سبح لي وهللني وصل وأنا أعطيك الدنيا وما فيها. ربي يقول لي ان الدنيا هذه ما تسوى، الدنيا هذه ما تسوى، يعني في دقيقه واحده كنت بتنام كنت بتموت، بس انا حميتك. قسم بالله العظيم ان جاني احساس انه خلاني ابكي، عشان اكون معكم صادق خلاني ابكي. شيء غريب، ما ادري كيف اوصل لكم رساله حلوه. قلت يا اخي والله ما ادري كيف اقول لكم، والله ما ادري كيف اقول لكم. قعدت اناظر نفسي، والله عشت الموقف الحين، تذكرت قعدت اناظر نفسي. قلت والله العظيم إن هذا عمر جديد كتب لك في يوم ميلادك في يوم الجمعة، عمر جديد ربي كتبه لك، عمر جديد ربي عطاك إياه، قال عيش وعبدني واشكرني واحمدني واذكرني وصلي وراح أعطيك الأمان والدنيا وما فيها. حرفيا أحس ربي كلمني بالأسلوب هذا، قال صلي واعبدني وانا اعطيك الدنيا وما فيها، اعطيك الامان، اعطيك الصحه، اعطيك راحه البال،
أعطيك الأخوية، أعطيك المال، أعطيك الزوجة الصالحة، أعطيك الحياة، أعطيك القبول، أعطيك اللي تبي، فاستعبدني، صلي لي. والله العظيم إني أقول الكلام هذا عشان تعتبرون، قسم بالله العظيم إني قاعد أقوله إن الصلاة تحفظ العبد، إن الصلاة تجيب الرزق، إن الصلاة تعطيك الدنيا وما فيها. أقسم بالله العظيم إني ما قد قابلت شخص وجه بوجه. أنا معلم السوشيال ميديا، ممكن في ناس السوشيال ميديا ما تحب أسامة، طبيعي، شيء طبيعي، الرسول ما حبه عادي، ولكن ما قد قابلت شخص وجه بوجه إلا شكرني ومدحني وذكرني بالخير وضحكني ويحبني ويقدرني. أقسم بالله العظيم إني أتكلم جد، والله العظيم إني أي شخص أقابله يقول أنت أسامة في الحقيقة مرة شيء حلو. ما أقول أتفخر بنفسي، لا والله، ولكن ربي سبحانه وتعالى هو اللي سوى هذا كله. ربي سبحانه وتعالى هو اللي قال خذ يا عبدي. أنت ما قطعت الصلاة بيني وبينك، ما قطعت صلاة، ما قطعت عبادتي، صيامي، ذكري، الوتر اللي تصليها، ما قطعتها صح؟ خذ يا عبدي أنا أعطيك. وش تبي أعطيك؟ أعطيك الدنيا وما فيها؟ أنا على كل شيء قدير. هذا ربي يتكلم عن نفسه، يقول أنا على كل شيء قدير، أنا اللي خلقت السماوات والأرض على شيء بسيط، أنا مسويه على شيء بسيط، أنا قاعد أدير الكون، أدير المسطح اللي عايشين فيه، أنا قاعد أديره. ربي، هذا ربي، حسيت الربي كذا يكلمني، أحميك ولكن عبدني، أحميك ولكن صلي، أحميك ولكن اذكرني واحمدني. ممكن أول مرة تشوفوني أتكلم بالكلام هذا. كم في اليوتيوب عندي مقطع؟ 500 مقطع صح؟ ما قد قلت لكم الشيء ذا، ما قد قلت لكم الرب ينعم علي أشياء كثيرة كثيرة مرة مرة مرة. ممكن مو المال، ما نعم يعني، ما ربي ما أعطاني المال، ولكن المال ترى هو آخر ما يعطى العبد. أعطاني أشياء كثيرة في موقف واحد، في تاريخ 31/12، في يوم ميلادي، في يوم الجمعة، نام أسامة على طريق الخرج للرياض أو طريق الرياض للخرج، وخذ درس 26 سنة في حياته ما قد خذه، خذ قوة وسند 26 سنة ما قد مر علي. وأقسم بالله العظيم فترة حالية هذه أني مبسوط، ولكن وش اللي نرفزني؟ أنا بطلع شوي كذا، لأني والله العظيم أن القصة دي أثرت فيني مرة كثير. وش السنة هذه من بعد الموقف هذا؟ طبعا كل شخص يسجد الرب ويدعي له، يا ربي أبي ما عندك، يا ربي اغفر لي، يا ربي ثبتني، يا ربي ارحمني، يا ربي يسر لي. كلنا ترى ندعي ربي، أنا وأنت كلنا. بس بداية السنة الجديدة هذه فيني راحة غير طبيعية، متفائل بشكل خرافي إن يوم من الأيام راح أصلي به، متفائل والله العظيم إني كني أشوفها قدامي. شفت الحلم اللي أحلمه؟ والله العظيم إني أشوفها قدامي إنه بيصير بإذن الله. طب ولكن إني أشوفها قدامي إنه بيصير، أنا أشوفها كذا. هذه قصتنا هذا اليوم، والله العظيم ما ودي تنتهي، ولكن هذا اللي صار معايا حرفيا. أتمنى إني أفدتكم، وأشوفكم في أمان الله يا جماعة الخير في لقاءنا آخر مقطع جديد. لا تنسى تضغط على لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.